اليوم العالمي للإبصار مبادرة عالمية تطلقها الوكالة الدولية لمكافحة العمى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. الغرض من وراء اليوم العالمي للإبصار هو نشر الوعي وتثقيف المجتمع عن مخاطر العمى ومسبباته. نحن هذه السنة في مؤسسة نور دبي اتطرقنا لفئة من المجتمع اللي نحن حابين أن نوجه لهم مساعداتنا داخل دولة الإمارات، فتوجهنا إلى وزارة الداخلية وشرطة دبي لفحص والكشف على نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة. فكانت مؤسسة نور دبي من المؤسسات اللي دعمت نشر الوعي ضمن هذه الفئة من المجتمع. المبادرة كانت عبارة عن أن احنا نزور المنشآت العقابية والإصلاحية ونقوم بالتعرف على كل الحالات اللي مصابة بمرض السكري وفحص النظر عندهم، فحص نسبة السكري في كرات الدم الحمراء اللي هو التراكمي، وفحص شبكية العين، لأن مرض السكري يؤدي إلى اعتلال الشبكية اللي يؤدي إلى العمى أو الإعاقة البصرية، وساعات ممكن يبدأ من غير ما المريض يكون حاس بإصابته بهذا المرض. طبعاً نحن استغربنا أو ذهلنا بالخدمات اللي متوفرة في هذه الإدارات أو العيادات، لأن جودتها جداً عالية وحرصهم على الاهتمام بالنزلاء وبصحتهم كان حرص، يعني تحس أنهم فعلاً مهتمين بصحة النزلاء، وعلى أساس أن لما يطلعون من المؤسسة العقابية يكونون يتمتعون بالصحة والعافية اللي تأهلهم أنهم يندمجون مرة ثانية للمجتمع. أتقدم باسمي وباسم فريق العمل في مركز شرطة دبي الصحي بالشكر الجزيل لحملة نور دبي والجهد الكبير اللي قاموا به طبعاً لرعاية مرضى السكر في المؤسسات العقابية. طبعاً أوامر واضحة من سيدي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وبمتابعة طبعاً كثيفة جداً من سيدي سعادة نائب القائد العام اللواء مطار خميس مزينة، بتقديم الخدمات بكفاءة عالية وجودة عالية جدا لنزلاء المؤسسات العقابية. طور الإدارة كل يوم الحمد لله، يعني بإضافة تخصصات جديدة واستقطاب الكفاءة المواطنة في العيادة، نساهم في خدمة المجتمع أيضا ونقدم الخدمات العلاجية لنزلاء المنشآت الإصلاحية من ناحية الحملات التثقيفية والمحاضرات مثل الحملة هذه، حملة يوم الإبصار العالمي بالتعاون مع نور دبي. شعارنا العمل بروح الفريق الواحد، شعارنا المصلحة العامة، شعارنا تقديم أفضل خدمة لرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة.